مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي أطباء، ونشوف في بداية الحلقة الفقرات المتنوعة اللي راح نعرضها عليكم كتقارير طبية متنوعة، ومن بعدها نرحب بضيف حلقتنا لهذا الأسبوع. نرحب بضيف حلقتنا لهذا الأسبوع الدكتور ياسر مصطفى علي. تحديد عن التهابات المفاصل، التهاب الروماتويدي هو الأشهر. شنو الأشياء اللي تعطونها حق المريض كخطوة ثانية من بعد التشخيص؟ ممكن تخليني ليش فوقني؟ في بعض الأدوية المريضة المفروض ما تحمل عليها، نضطر ما أقدر نحطها على أدوية تقليدية حولها على أدوية البيولوجية. 30% من الكويتيين عندهم مرض روماتيزم يعانون من سوء التغذية. هذا المرض كيف تتم السيطرة عليه؟ أتوقع إذا خذيت عينة من أي جزء هو راح يعطيك الجواب حق الحالة. أعزائي المشاهدين، نرحب بضيف حلقتنا لهذا الأسبوع الدكتور ياسر مصطفى علي، استشاري الأمراض الباطنية والمناعية والروماتيزمية. يعطيك ألف عافية دكتور ياسر من مستشفى مبارك، ويشرفنا أنك تكون معنا ضيف في حلقتنا لهذا الأسبوع. شاكر لكم للاستضافة، وإن شاء الله نكون ضيوف خفاف على المشاهدين. الله يسلمك دكتور ياسر. كونك عندك عدة تخصصات في الباطنية أو تخصصات جدا مهمة، فتقدر تربط بين حالات المريض وبين الأمراض المتنوعة، كون أي استشاري لكن عندك تخصصات أنت أكثر من غيرك. نبي نتكلم في البداية، نبي ناخذ الأمراض المفصلية أو الروماتيزمية، نبي نتكلم عنها في هذه الحلقة، وإن شاء الله حلقات ثانية تكون متنوعة عن الأمراض المناعية. نبي نعرف أول شيء المشاهد، شنو أكثر الأمراض شيوعا بالنسبة لالتهابات المفاصل اللي تيكم في العيادة في مستشفى مبارك؟ طبعا لما تتكلمين بالتهابات المفاصل، فالناس اغلب الناس تتكلم عن التهاب المفصل الروماتويدي. نعم. ولكن في لغط صاير بالنسبه حق المسمى، لان ايضا في ناس يضيفون ايضا خشونه المفاصل من ضمن هذه الامراض، ولكن هاي تعتبر مرض بحاله حد ذاته. خشونه المفاصل هي تعتبر اكثر مرض منتشر في الكويت على مستوى دولة الكويت. نعم. سواء في المواطنين والمقيمين، ولكن إذا بنتكلم بالتحديد عن التهابات المفاصل، احنا نتكلم عن التهاب الروماتويدي هو الأشهر. نعم. لأنه يصيب 1% من الشعب بشكل عام، يعني كل 100 تشوفينهم بالشارع يتمشون واحد منهم في احتمال يكون عنده التهاب مفاصل روماتيزمي. بس هل تظهر الأعراض على كل شخص عنده الروماتويد أرثرايتس أو الالتهاب الروماتويدي، تظهر عليه الأعراض، ولا في منهم يكون عند المرض بس ما ظهرت عليه الأعراض لفترة ما لغاية ما يوصل لمثلا في تريجر فاكتور ولا في شيء ممكن يحفزه؟ طبعا هذا الجواب على السؤال هذا جدا صعب، ولكن أحاول أبسطه حق المشاهد. احنا 100% فيها أشياء جينية، ولكن ما نقدر نقول نفس بعض الأمراض أنه والله في احتمال ينتقل حق الولد 1 إلى 4 أو 1 إلى 2. في نسبة معينة نعتقد أن المريض عنده قابلية جينية. حلو. في يوم من الأيام يصير على قولة أنت سميتي العامل الحافز أو التريجر، سواء كان التهاب فيروسي أو التهاب بكتيري، يبدأ المرض ينشط. يظهر ينشط. عادة 80% من مرضانا من فئة النساء أكثر من الرجال. يظهر المرض في سن 30 أو 50، يعني في ناسهم جدا يكونون في بداية حياتهم شباب، وفي ناس يكون حتى في سن 50، هذه البدايات المرض تكون. بالنسبة لالتهاب الروماتويد المفصلي أو الروماتويد أرثرايتس اللي احنا نقوله، لو نوضح للمشاهد شنو معناته، شنو هذا الالتهاب؟ طبعا الالتهاب المفصل في التهاب في الغضروف، اللي هي المادة اللي هي بين العظمتين الهلامية، المادة الهلامية اللي بين الاثنين. ولكن بما أنت أيضا تعرفين أمراض روماتيزمية ومناعية، هي أيضا تأثر على أي عضو ثاني من أعضاء الجسم ويعتمد على المرض. ففي أمراض تأثر على العينين تسبب التهابات في العينين، في أمراض تأثر على الرئة تسبب التهابات في الرئة، كون في أجسام مضادة تأثر على أماكن مختلفة في الجسم. بالضبط، في أكثر من مكان يكون في التهاب. ولكن أغلب المرضى في البداية يبدأ عندهم الأمراض، يبدأ عندهم المرض في المفصل نفسه. ولكن على سبيل المثال، المرض المشهور أيضا التهاب المفاصل الصدفي، في ثلث من المرضى يبدأ عندهم الصدفية تبدأ فيها في الجلد، وبعد سنة سنتين ثلاث يبدأ يحوش المفاصل. وفي ناس العكس، يبدأ معاها بالمفاصل وبعد سنة سنتين 5 سنين يبدأ يظهر الطفح الجلدي اللي هو الصدفية. هذه عاد تحتاج خبرة كلينيكية وخبرة طبية، وتسأل عن تاريخ المرض، هل في أحد من أخوانك في صدفية، أختك فيها صدفية، الوالد الوالدة، هذه في عدة عمر. وفي أيضا فحوصات جينية تساعدنا في التشخيص. ذكر الدكتور ياسر بالنسبة للمرض أن كونه يظهر في فترة 30 والـ50، وهناك عامل جيني. أسباب ظهور هذا المرض أو أسباب حدوث هذا المرض؟
جواب دقيق ما في، واضح في عدة دراسات حاولنا تشوف السبب الرئيسي، نظريات يعني حاليا، نظريات حالية ما حد عارف بالضبط شنو سبب المرض، بس نفس ما قلت لك ببساطة جدا في قابلية جينية، المرض ممكن يمشي في العيلة، ينتقل من شخص إلى آخر، من الأم إلى ابنها ولا بنتها، ولكن نعتقد أن يوم من الأيام يصير فيه هذا العامل الحافز المحفز مثل التريجر اللي هو يبدأ المرض يساعد فيه. أكثر النظريات الحديثة تتكلم عن التهابات فيروسية هي اللي تحفز المرض، ولكن هل أحد يعرفه بدقة؟ لا، لحد الآن ما عندنا أي نظرية. ما أثبتت الدراسات أبداً. ولا أخذوا مثلا نسيج معين من المريض اللي عنده روماتويد وممكن يبين أنه شنو الأجسام المضادة هذه وشنو الفيروس المقابل لها؟ هل سووا أبحاث على هالأشياء؟ تروي تم ربط المرض في أكثر من فيروس، ولكن لما حاولوا العلماء يحاولون يعيدون النتائج هذه في دول أخرى، تجارب أخرى، ما كان يتكرر نفس النتيجة، فما في شيء واضح على مستوى العالم. في دراسات في شمال أمريكا قال ربطوها في مرض في فيروس RSV، يوم حاولوا يسوون نفس الدراسات في آسيا شافوا أنه ما في الفيروس مو موجود، فما في دراسة تحاول تثبت أن بكل مكان في العالم هو نفس الفيروس أو نفس المكروب، ما في دراسة يتغير حالية. بالنسبة للأعراض اللي يشكي منها المريض، أنت ذكرت أنه ممكن مفاصل وممكن أعضاء أخرى، نبي نتكلم عن المفاصل، شنو شكوى المريض اللي يشكي منها في البداية في مراحل الأولى ولما يوصل لمراحل المتقدمة؟ طبعا اللي أتكلم بالخصوص في المرض التهاب الروماتويدي، عادة نحوش المفاصل الصغيرة سواء في الإيدين أو في القدمين. أهم عرض اليبوسة، دكتور أنا قوم من النوم الصبح مو قادر أتحرك، هذه مهمة إن قومة النوم يبوسة الصبح هذه جدا مهمة. إيش كثر تطول معاك والله دكتور، على ما أروح أخذ لي شاور، على ما أروح أفرش أسناني، على ما أتريق شوية، بعد ساعة أحس أنها شوية بدأت تتفت، فالوقت جدا مهم، على الأقل لمدة نص ساعة اليبوسة. لما تزيد الآلام وتزيد هذا يبدأ يصير في انتفاخات بالمفاصل، لأن يتكون السائل داخل المفصل، فيقول أنا عندي صعوبة في الحركة. تبدأ عادة في عدة مفاصل، ممكن تنتقل إلى أكثر من مفصل، ممكن في بعض الأحيان 20 مفصل متأثر، 30 مفصل بنفس الوقت. أوكي. فالمريض فعلا يبدأ يقول خلاص أنا مو بعد هالمرة مو بس عندي ساعة يبوس، أنا طول اليوم مو قادر أتحرك لأن في انتفاخات مفاصل، مو قادر حتى يحرك الحركة البسيطة معه، سواء يمسك قلم يكتب ولا يمسك سكان عشان يسوق بالسيارة عنده جدا صعبة. هاي بالنسبة لأعراض المفاصل الدقيقة اللي ذكرتها، خاصة أنها تبتدي في اليدين والقدمين، هل ممكن تتأثر المفاصل الأخرى؟ مثلا حاطي لك الحين احنا هني ظهر جايبته معاي، هل ممكن الظهر يتأثر بهذا الشيء أو الركبة أو الكتف؟ أنا جدا سعيد أن سألتيني السؤال، أنا ودي أوصل رسالة لزملائي الأطباء اللي هم موجودين في المستوصفات أو المستشفيات أو أي مكان حتى في العيادات الخاصة. احنا قاعد نشوف نوعين من انواع المرضى، اكو مرضى اللي يحوشهم التهابات الظهر او الام الظهر نتيجه للي احنا نسميها الميكانيكال، اللي هي سواء الديسك الغضروف متاثر العظم، هذا المريض عواره واضح، يقوم الصبح ما عنده عوار، يبدا يتحرك العوار في اسفل الظهر، بعض المرات ينزل الى منطقه الارداف او منطقه الركبه، بس يوقف عن المشي او الشغله اللي قاعد يسويها العوار يختفي يخف بالضبط. بعض المرات يكون في خدار او ما يكون خدار او ضعف في ريله، هذا عوار احنا نسميه ميكانيكال لان نتيجه للديسك او اسباب ثانيه. اللي انا ودي اوصل رساله ان احنا عندنا في بعض الالام الظهر احنا نسميها الانفلاماتوري نتيجه الالتهابات، في مرض مشهور اسمه الانكلوزنج سبوندلايتس، هذا المريض يختلف بتاتا، صغير في السن تحت الثلاثين عند اليبوسه هذه كنا نتكلم فيها في اليدين، ولكن هذه في الظهر، الالام في الصباح وهو نايم الألم يقومه من النوم بس يتحرك الألم يخف، هذيل المرضى أنا بيهم يتحولون عندنا في المستشفى، عندنا في على سبيل المثال عندنا عيادة التشخيص المبكر، احنا قاعد نشوف المرضى بوقت جدا سريع، قبل كانت النطرة 6 أشهر و7 أشهر، احنا قاعد نشوف المريض في أسبوع واحد. أنا أقدر رسالة مني أن أي واحد تبع مستشفى مبارك تبع المنطقة عشان تبع المنطقة خارج المنطقة اللي هو تبع منطقة حولي الصحية يقدر ينشاف في أسبوع يمكن بالكثير أسبوعين. نعم. ليش؟ لأن هذا المريض أنا دخلت مبكر، بديت على أدوية مبكر، أمنع أنه يصير عنده اللي هو الالتصاق اللي يصير اللي نشوفينه أنت مرات بالشارع الناس تمشي وظهره منحني، هذا يعني متأخر. أنا أشوف مرضى لحد الآن للأسف في العيادة ويايني بعد 10 سنين 15 سنة، والله دكتور أنا افتريت، ما عمري حد قال إن عندك هذا المرض، والسبب إن ما حد
حولها إلى الطبيب المختص. أنا أبي هالمرضى يتحولون عندي بحيث أن أنا أقدر أشخصهم بسرعة وعالجهم بسرعة عشان نمنع هذه المشاكل. إن شاء الله يعطيك ألف عافية دكتور ياسر. صورنا تقرير في مستشفى مبارك في العيادة. نشوف مع بعض تقريرنا الأول مع الدكتور ياسر. من أكثر الشكاوى اللي تينا في عيادة الروماتيزم، دكتور أنا إيدي تعورني. شنو الفرق بين الآلام اللي قاعد تيجي من الرقبة والآلام اللي قاعد تيجي من الكتف؟ الألم اللي عادة من مشاكل في الكتف يكون في المنطقة هذه، في المنطقة أعلى الذراع، هذه أكثر شيء يكون فيها. فمهمة الدكتور المختص أنه يحاول يفرق بين الآلام الناتجة عن ضغط الأعصاب في منطقة الرقبة أو في مشاكل في الكتف نفسه. أول شيء راح نبدأ نرفع إيدين المريض ونشوف وين الألم بالضبط راح يكون، في أي منطقة. المريض بدأ يحس بألم هني، نكمل لأكثر من 100 درجة، الآلام خفت، الآلام خفت. هذه احنا نسميها فحص للكتف دلالة على التهاب الأوتار، والآلام تكون عادة في هذه المنطقة. الفحص ما راح يكون كامل إلا لو فحصنا رقبة المريض في نفس الوقت. على سبيل المثال في حالة المريض هذه إذا شفنا عن طريق الجنب وضعية الرقبة مالته، الوضعية الطبيعية للرقبة، شحمة الأذن لازم تكون في وسط الكتف. احنا ملاحظين هنا في هذه الحالة ان المريض حرك راسه الى الامام، ففي عنده مشكلة شد في عضلاته. للتأكيد الموضوع ايضا نعمل فحص ثاني، نبدأ نحرك الكتف في اكثر من طريقة، نشوف اذا المريض كان عنده ألم في هذه الحركة او في الحركة الثانية. في ألم؟ ما في ألم. حركة. هذا المريض مثل ما شفتوا عنده التهاب في الأوتار بدون احتياج لأي أشعة متقدمة مثل الرنين المغناطيسية والأشعة المقطعية، يحتاج إلى إبرة كورتيزون في الكتف مباشرة، ويكون تحسن في ظرف 48 ساعة من لتخفيف الآلام. دكتور ياسر، شفنا في العيادة كيفية فحص المريض والأشعة الخاصة بالمريض، خاصة أن يعاني من التهاب الروماتويد بالنسبة للمفاصل اليدين، وكيفية صورة الأشعة. شنو التشخيص تم بالفحص الكلينيكي وبالأشعة، شنو الأشياء اللي تعطونها حق المريض كخطوة ثانية من بعد التشخيص؟ قبل لا أشرح لك خطوات التشخيص، أنا ودي أتكلم عن الأشعة اللي رأيتها. هذه الأشعة والتأثيرات اللي تصير بتعاكل العظام، هذه لازم تكون بس في الكتب. نعم. لأن احنا الحين في 2015. نعم. مفروض ما نوصل. في أدوية جدا متطورة، في أطباء أكفاء موجودين في مختلف المستشفيات، في أدوية جدا متطورة وأدوية حديثة لعلاج هذه الأمراض. إذا شفنا المريض مبكر، شخصناه عدل، بدينا على أدوية، هذه مفروض ما نشوف احنا بالأشعة. فظل اعتبرها للتاريخ في الكتب. ولكن الخطوات كالآتي، المريض يجينا عادة يروح حق طبيب العائلة أو طبيب المستوصف، يشكي من الآلام، والله أنا عندي بوسة، عندي تفخات، يتحول عندنا. الفحص الكلينيكي جدا مهم، الطبيب المختص في الروماتيزم يفحص مفصل مفصل مثل اللي شفناه في التقرير. نعم بالضبط، مفصل مفصل، يشوف أي مفصل عنده التهاب الغضروف، عنده انتفاخ، يسميه هذا، يعلم على عنده بالورقة أن هذا المفصل ملتهب. يبدأ حق الأمور اللي هي فحوصات الدم. فحوصات الدم يعني غالب الظن 80% أنت بتخصيص كلينيكي وصلته عن طريق كلامك مع المريض وفحصه. بس هذا للتأكيد، فحص الدم يكون تسوي عامل الروماتويد، يسميه الروماتويد، فأكثر الناس تعرفه. وفي فحوصات أيضا أخرى تبين نسبة الترسب في الدم، نسبة الالتهابات في الدم، هي راح تكون مساعدة. نعم. لا أكثر ولا أقل. ولكن المريض على حسب عمره، على حسب شكوته، على حسب فحصه الكلينيكي، انت غالب الظن 80% انت وصلت للتشخيص، ولكن هذه الفحوصات الدم تعتبر تشخيصيه. بعض المرات نمر في حالات ان احنا والله مو متاكدين هذا روماتويدي، هذا عنده شيء ثاني، نسوي فحوصات الرنين المغناطيسي اللي هي الامراي عشان نشوف الالتهابات في الغضروف او في الغضاريف او في الاوتار. هذا بعض الحالات الخاصة. حق اليد دكتور ياسر ولا في الظهر ولا في أي مكان؟ يعتمد على الحالة. على الحالة اللي يشكي. يعتمد على الحالة. نفس ما قلت، الأشعة إحنا نسويها عادة كل سنتين بس نتأكد إن ما في أي تآكل، ولكن نتمنى إن ما نوصل على المرحلة وتكون المفاصل سليمة 100% إذا شخصنا المريض مبكر. أي نعم. بالنسبة للسيطرة على هذا المرض، كيف تتم السيطرة عليه بالأدوية، للعلاج الطبيعي،
ولا في أدوية جديدة حديثة ظهرت في السوق؟ طبعا أول ما يجينا المريض وأول يوم احنا نقول له يبقى تشخيصك التهاب روماتويدي طبعا يعيش بصدمة. أنا نقول له صحيح أن هذا المرض مزمن يمكن راح يظل معاك لمدة طويلة، ولكن احنا في 2015 عندنا أدوية جدا فعالة بأن نخلي المرض خامل. الناس لحد ما تتكلم دكتور ما في شيء يشفي المرض نهائيا، العلماء قاعد يشتغلون في دراسات، ولكن للأسف عندنا أدوية تخليه خامل حاليا ولكن ما تشفي. في عدة أدوية احنا نسميها الأدوية التقليدية والأدوية البيولوجية اللي هي الأدوية الحديثة. عادة نبدأ بالأدوية التقليدية أشهرها دول ميثوتروكسيت. في أدوية أخرى هي عبارة عن حبوب أو أوبرت نأخذ مرة في الأسبوع أو يوميا على حسب نوع الدواء. نبدأها في أول يوم نبدأ التشخيص، التحسن يصير في ظرف أسبوعين ثلاثة أسابيع. نقول حق المريض احنا قاعد نتابع ثلاث أشياء: الشكوى مالتك اليبوس هذه تختفي نهائيا، آلامك تختفي نهائيا، والانتفاخات المفاصل تختفي نهائيا. هاي واحد. اثنين لما تجينا العيادة أنا راح أفحص مفصل مفصل وأتأكد أنه ما في أي التهاب في أي مفصل. ثلاثة لما يجيك تسوي أنت فحوصات الدم مالتك نسبة ترسب الدم والتهابات الدم توصل طبيعية صفر. فأنا عندي ثلاث أشياء قاعد أتابعهم: المريض، فحص الطبيب، والفحوصات الدم. هذا بالنسبة لمتابعة حالة المريض. فيما بعد لما ذكرت الأدوية البيولوجية، يعني مو كل مريض يتراوالي يقدر ياخذ الأدوية البيولوجية، شلون تختار المريض تقول ان هذا يحتاج الأدوية البيولوجية مو الأدوية الاعتيادية اللي قاعد تصرف لها اياها؟ طبعا الأدوية البيولوجية في ناس، في مرضى ما يقدرون ياخذون الأدوية التقليدية لعدة اسباب، لان خذها وما تحملها صار عنده مضاعفات، آلام في المعدة، نزيف في المعدة لا سمح الله على سبيل المثال. في بعض الأدوية المريضة مفروض ما تحمل عليه، فالمريض تقول أنا بيأحمل، فنضطر أنه ما أقدر نحط على أدوية تقليدية نحولها على أدوية البيولوجية. بشكل عام الناس اللي ما يستجيبون حق الأدوية التقليدية، وعادة احنا نحدد 3 أشهر هذه المدة، بعد 3 أشهر إذا ما استجبت، إذا ما كنت على الأقل 90% أحسن من قبل التشخيص، نبدأ نتكلم عن الأدوية البيولوجية. وعندنا أكثر من دواء، عندنا تقريبا 9 أدوية بيولوجية حاليا، فمو دواء واحد ينحط كل المرضى عليه، في عدة خيارات. والتغيرات اللي تمت في المفاصل المريض لنفرض اللي ما تم تشخيصه مبكرا، هل ممكن استعادة المفصل الطبيعي أو جزء من أن المفصل الطبيعي قبل يوصل لمرحلة تآكل شديد وانعكاف الأصابع؟ هذه نقطة جدا مهمة. أنا كل ما يوني مرضى بالعيادة ويشوفوني معصب عقب ما أشوف أن إيده صاير فيها انعكاف، يقول لي دكتور أنت ليش معصب؟ قلت له لأن إحنا كنا ممكن نمنع الشيء. أنت لو أنا شايفك مبتشر وبعديك على الدواء مبتشر، أو أنت كنت ملتزم بالدواء مفروض ما نشوف. للأسف لا، الجواب على سؤالك أنه لا، إذا صار التآكل موجود نعم. للأسف ما يرجع. دكتور ياسر، عندنا الإبرة بنشوف البيولوجية. طبعا هذه في 9 أدوية بيولوجية، هذه أحد الأدوية. نعم. أغلبها تنعطى تحت الجلد، ولكن بعضها ينعطى عن طريق الوريد، فيونا إلى غرفة المحاليل الوريدية راح نشوفها في التقرير التالي إن شاء الله. ولكن هذا ديمو نحن ممكن نراه ناس، جدا سهلة، عبارة ترفع الغطاء فيها إبرة صغيرة، تعتمد على حسب المكان. احنا نقول حق الناس عادة الفخذ اسهل بالبطن، ويغير المريض. بعضهم تنعطى مرة بالاسبوع، بعضهم تنعطى كل 4 أسابيع على حسب الدواء، ما يحس المريض بشيء، بس يضغط من فوق والدواء يطلع عفوا ينطل لمدة 10 ثواني والدواء ينعطى بسهولة. حلو، ممتاز. دكتور ياسر، نبي نشوف تقريرنا البيولوجي الثاني، كيفية اعطاء الادوية البيولوجية في الانفيوجن روم في مستشفى مبارك. نشوف مع بعض تقريرنا التالي لهذا الاسبوع. يعطيك ألف عافية دكتور ياسر. بالنسبة لبعض الحالات اللي يصير عندهم التهابات مفصلية خاصة في الركبة، اللي يونك يشكون من أن الركبة عندهم تورم وما يقدرون يمشون عليها، ولا تقفل ولا تيبس، لا القفل هذا نخليه حق الأربطة،
في بعض الحالات يعني تضطر انك تعطيهم الابر الكورتيزونيه او الاسترويديه. قبل لا نبتدي ونعرض كيفيه اعطاء الابر، نبي نشرح للمريض اهميه الكورتيزون في هذه الحالات، وانه لا يتخوف منها، لان خاصه اغلب الناس قامت تخاف انها تاخذ الابر الكورتيزون، تقول تاكل المفصل ممكن على المدى الطويل افقد المفصل. هل هذا صحيح ام لا؟ طبعا اهم شيء الناس لازم تفهمه شنو نوع الكورتيزون، هل هي حبة؟ هل هي بالوريد؟ هل هي بالمفصل؟ يختلف. نعم. الجرعة تختلف، نوعية الكورتيزون تختلف. احنا قاعد نتكلم عن دواء الكورتيزون اللي نحطه بالمفصل، نسبة الدواء اللي تدش الدم ويصعد الدم جدا بسيطة. احنا نقول حق المريض في بعض الحالات النادرة ممكن السكر مالك يزيد لمدة ساعة ساعتين ويرد مرة ثانية طبيعي. ما راح تصير المضاعفات اللي انت قاعد تسمع عنها، زلال في العين، وزنك يزيد، شهيتك راح تزيد، ضغطك راح يصعد، وراح يصير فيك سكر، انحباس ماء ويرتفع. هذا الكلام مو صحيح. يعني حق السؤال الخوف الثاني بان اذا كثرت الكورتيزون راح يخرب المفصل. طبعا دراسة علمية ما في، في احد من العلماء في شمال امريكا قال حدك تاخذ 3 ابر بالسنة، والناس مش سمعت كلامه مشت، ما في دراسة علمية تثبت هالكلام. نظريا صح، اذا اعطيت اكثر كثرت من الابر ممكن تضعف الاوتار هذه، بس انا قاعد اتكلم على ابره مره بكل 6 اشهر او مره كل سنه على حسب الحاله، سواء كانت خشونه ولا تام مفاصل. احنا ليش نروح حق الابر؟ تشتغل بسرعه، المريض يحس بعد 24 ساعه بعد 48 ساعه يصير عنده 80% تحسن. لان انا المشكله هناك في الركبه، قاعد احط الدواء في الركبه، انا قاعد اخذ حبه قاعد تروح معدتي، إذا معدتي 100% يمكن 60% من الدواء قاعد يروح الدم يمتص. وقاعد أقول حق الدم يلا روح حق منطقة الملتهبة. أنا المشكلة في المفصل، قاعد أحط الدواء مباشرة في المفصل، ف 100% راح يشتغل أحسن. لهذا السبب سواء كان التهاب الكتف، وايد ناس يجون عندهم التهاب الأوتار، دكتور عطني حبوب، الحبوب ما تشتغل. نعم. الأبر هي اللي راح تشتغل، راح تحس بتحسن في ظرف 48 ساعة، وأكد لهم إنه جدا آمنة. السبب اللي تخوف الواحد لازم تعرفه انه ممكن يصير في الالتهاب بكتيري، ولكن احنا في موجودين في المستشفيات مع التعقيم. هذا الكلام جدا نادر، يعني الحمد لله انا صار لي 15 سنة قاعد اشتغل ما عمري صارت عندي اي التهاب بكتيري، واعتقد زملائي نفس الخبره كانوا عندهم. لا ما شاء الله شفنا التعقيم وطريقه اخذ الابر. بالنسبه لبعض الحالات مثل ما ذكرت، هناك كتيبات تنشرها الاداره المركزيه للرعايه الصحيه الاوليه في تعزيز كيفيه العلاج الكتف المتيبس اللي ذكرها الدكتور ياسر. يعني لا تنطرون لين توصلون، وشنو السبب الالتهابات هذه، وكيفيه اخذ الادويه الكورتيزونيه، وكيفيه اخذ الابر الموضعيه او حتى التنز. هل ينفع العلاج الطبيعي قبل اخذ الابر؟ في بعض الناس تقول لك جرب معاي الادويه الحبوب والعلاج الطبيعي قبل اخذ الابر، هل توافق على هذا الشيء؟ تعطيهم فرصه؟ وايش كثر المده؟ الاثنين مع بعض. انا مع ما عمري اقول حق الناس انت ما راح تاخذ ابره ولا حبه وراح تصير زين. انت عندك شيء لازم تسويه، وانا عندي دور لازم اسويه. حلو. انت عندك علاج طبيعي تخفف وزنك، خلينا نتكلم على سبيل المثال الكتف المتيبس جدا شائع مرض، عندنا ربع الشعب عنده مرض السكر، وهذا المرض جدا منتشر، مرض السكر جدا شائع. نعم. يقول لي دكتور عطني حبه ولا ابره وانا باجي يصير زين. ما يصير كذي، الكتف متجمد، الكتف عباره عن كره مسكره كذي. نعم. لانها متيبسه، بيحط الابره راح تخفف الالام، ولكن انت لازم تسوي علاج طبيعي، لازم تبدا تحرك هذا المفصل على ما ترجع مره ثانيه تكون الحركه طبيعيه. فالاثنين مع بعض، لا تجرب واحد قبل واحد، الاثنين مع بعض، اخذ الابره وبدا العلاج الطبيعي واتبع ارشاد. انا عاده اقول لهم روح علاج طبيعي، تعلم ايش قاعد يسوون، تعلم شنو التمارين اللي يسوونها وسوها في البيت. صح. خلها كانها روتين حقك، انت قاعد تصلي 5 مرات خلها قاعد بعد الصلاه تسوي جزء من علاجك، جزء من علاجك الطبيعي عشان تتذكر، ربطها مع الصلاه لانه هو بيصلي كل مره وربطها مع الصلاه، بعد الصلاه تقدر تسويها. اي نعم. دكتور ياسر صورنا لك تقرير كيفيه اعطاء الابر في المفاصل الملتهبه، ابر استرويديه. خلينا نشوف مع بعض تقريرنا التالي لهذا الاسبوع، ومن بعدها لنا معاوده الحديث مع الدكتور ياسر. حاليا متواجدين في غرفة السونار، واللي هو يعتبر جهاز أساسي حاليا في وحدة روماتيزم لتشخيص الأمراض وأيضا لمتابعة حالات المرضى. من الحالات اللي تتحول علينا لفحص السونار لتشخيص المبكر روماتيزم المرضى اللي يعانون من آلام في المفاصل، نحاول نحدد هل هو عندهم التهاب بالغضاريف أو عندهم آلام نتيجة لأشياء أخرى مثل التهاب الأوتار.
أيضا نستخدم الجهاز في تحديد تآكل العظام نتيجة للأمراض المزمنة الروماتيزمية مثل التهاب الروماتويدي. في أيضا استخدامات أخرى نستخدم السونار عشان يكون عامل مساعد لنا لحقن إبر الكورتيزون في الأماكن المخصصة لها وتكون تحت نظر السونار مباشرة. ممكن تخليني بش فوقني؟ فالحلو في الموضوع أن هذا الجهاز غير مؤلم، عبارة عن جهاز بروب ينحط مباشرة على المفصل وما يسبب أي ألم للمريض، والمريض في نفس الوقت قاعد يشوف الشاشة اللي مثل ما شايفينها هني الشاشة، ونقول له والله هني عندك مشكلة، عندك التهاب المفصل، في انتفاخات، ممكن نعطيك إبرة في هذه المنطقة. الحين راح نبدا الفحص بعد ما حطينا مادة الجلي على البروب، نخليها مباشرة على المفصل اللي نحتاج نفحصه. هني في حاطينا في على ايده الشمال، تشوفون في الشاشة ان حاليا قاعد نشوف المنطقة هذه اللي هي منطقة العظام. مثل ما شايفين هني على الشاشة في العظام مبينة، الغضروف يعتبر مباشرة فوق العظام، هذا المفصل اللي قاعد يتحرك. احنا نلاحظ اذا في اي انتفاخ في الغضروف او التهاب، اذا في كمية سائل نتيجة للالتهاب، في نفس الوقت نشوف اذا في تآكل في العظام نتيجة للآلام المزمنة. بالنسبة حق حالة المريضة هذه، الفحوصات الدم ما كانت مساعدة للتشخيص، ولكن شفتوا ان السونار بين ان في التهاب في الغضاريف، هذا يعتبر مرض التهاب روماتيزمي. الحين عندنا تشخيص كامل له ونقدر نبدأ الخطة العلاجية. دكتور ياسر يعطيك ألف عافية على التقارير اللي صورناها لك في مستشفى مبارك. نبي نتكلم عن موضوع آخر ممكن يحوش المرضى اللي عندهم الأمراض الروماتيزمية، اللي هو الفاسكولايتس أو الالتهاب الوعائي. ذكرنا الالتهاب المفصلي، الحين بنتكلم عن التهاب الوعائي. شنو تعريف التهاب الوعائي عشان نشرح حق المشاهدين؟ التهاب الوعائي طبعا هو عبارة عن التهاب في الشرايين، يعتمد على حجم الشريان. أشهر المرضين حق الشرايين الكبيرة احنا نسميه اللي هو الجاينت سيل أرثرايتس، اللي هو مرض يصيب التهاب اللي هو الشريان اللي على جنب الرأس هني. عادة يكونوا المرضى كبار السن، يحوشهم صداع، آلام شديدة في يدينهم في ريولهم، بعضهم يحوشهم حرارة، والصداع يكون ما عمره حاشة صداع، والحين صداع رهيب. تسوينا نسبة فحوصات الدم يكون نسبة الترسب عنده جدا عالية، نضطر ان نفحص المنطقة هذه نشوفها جدا ملتهبة ما نقدر نلمسها، وناخذ عينة منها عشان نثبت ان التهاب وعائي. في مرض ثاني هو مرض التكياسو، هذا مرض شائع في جنوب آسيا، احنا ما نشوف منه كثير في دولة الكويت. اذا نتكلم عن الشرايين اللي هي متوسطة الحجم، عادة تحوش الشرايين اللي مرتبطة بالجهاز الهضمي. المريض يكون عنده آلام شديدة بعد ما ياكل، نسميها الابدومينال انجينا. يكون ايضا عنده طفح جلدي، تقلصات قصدك في الشرايين اللي في المسارين الدقيقه والمعده، تقلصات وضيق في الشرايين. فبعض هذه الامراض عاده تكون مرتبطه في التهابات الكبديه الوبائيه، واللي هي سواء كانت التهاب الكبد الوبائي بي او سي. لما نتكلم عن الشرايين الصغيره فهي عده اورام، اشهرها مرض الويجنر، اللي هو عاده المرض يكون عندهم جيوب انفيه، التهابات في الجيوب الأنفية المزمنة، نقدر ناخذ عينة منها ونشخص المرض هذا. بعضهم المرض يصيب الرئة ويصيب الكلية، فإذا صاب الكلية يكون في زلال في البول، وإذا صاب الرئة يكون في عدة أعراض، منها الكحة، منها ضيق في النفس، ممكن يكون في دم أثناء الكحة، فهذه كلها تكون بعض أعراض الفاسكولايتس. الحمد لله أن هذه الأمراض جدا نادرة، مو شائعة نفس الأمراض الروماتيزمية أو أمراض الذيبة الحمراء، ولكن لما تكون موجودة تكون تأثر على صحة المريض، والمريض يكون جدا تعبان وتحتاج تدخل سريع لبداية الأدوية سواء كانت الكورتيزون أو الأدوية المناعية. بس نبي نذكر في البداية سبب حدوث الفاسكولايتس، إيش معنى ناس يصير عندهم الفاسكولايتس وبعض الناس ما يصير عندهم؟ نفس الجواب اللي أنا قلتش عن التهاب الروماتيزمي، لها علاقة جينية. هذه الأمراض أغلبها مشهورة في بعض المناطق في العالم، على سبيل المثال في شمال أوروبا وفي شمال أمريكا، أقل حدوثاً في الكويت. أكو أمراض شائعة اللي هو الالتهاب الوعائية في الشرايين الصغيرة، هذه موجودة حول العالم. أغلب الأشياء اللي نشوفها في الكويت عبارة عن أدوية، المريض يكون ماخذ دول لسبب ما لأي مرض إن كان،
بعد ما اخذ الدواء يوم يومين يبدا يشوف عنده طفح جلدي، الطفح يكون يصير يحس بحرقه، يبدا ينتشر في كل جسمه، يوقف الدواء مع كورتيزون او بدون كورتيزون هذا الطفح كله يختفي. هذا يسمونه الفاسكولايتس مال الجلد او التهاب الواعي الجلدي. الاثار الرئيسيه للالتهاب الوعائي شنو ممكن تحوش المريض؟ طبعا اخطر هذا بدا ياثر على الاعضاء، الاعضاء المختلفه، ممكن ياثر على المخ على سبيل المثال، يسوي التهاب في المخ فالمريض يبدا يدش في غيبوبه تامه، اذا اثر على الرئه ممكن الرئه يصير فيها فشل في الرئه وتلف، اذا اثر على الكليه ايضا ممكن المريض فشل كلوي، المريض يحتاج غسيل كلوي، اذا اثرت على اي عضو عاده ممكن تاثر اي عضو تبدا تسوي فشل في العضو هذا تصير مشاكل. اذا المريض ما كان حاس باعراض يعني حس بكحه بسيطه وراجع المركز او حتى لو حس مثلا بالام بكليته او تكرم بدا يعني تبول بزياده، سوى تحليل بول عادي واهمل الوضع، شنو الاثار المترتبه على ان اهمل الوضع لفتره طويله؟ طبعا كل ما ظل المريض عند الالتهاب في الكليه وبدام عنده زلال، كل ما تختلت وظائف الكليه، كل ما احتمال انه يدش في فشل كلوي اكثر، واحتمال انه يحتاج غسيل كلوي اذا جانا متاخر المستشفى. لان عندنا بعض الحالات يعني انا شفت طفله نقدر نقول او مراهقه بعمر 14-15 سنه كانت تجي بطفح جلدي مثل ما ذكرت، بس تصير في منطقه العين يصير احمر مثل الفاسكولايتس، بعدين يصير جاف، بعدين يبتدي يتقشر. وكان هي موسمي، قلنا يمكن جزء من المناعة وحساسية مع أنه ما فيها رب وما فيها أشياء كذي، هاي كحالة يعني نذكرها للمشاهدين. بس لما سوينا تحليل المايكرو ألبومين الزلال طلع عندها إيجابي. مع مرور الوقت الأربعة أشهر فترة موسم الحساسية الفترة اللي فاتت ظل المايكرو ألبومين موجود، لكن الحساسيه اللي بالبشره بالجلد كله راح. هل تعتقد ان هذا يكون جزء من فاسكولايتس تحتاج فحوصات اخرى؟ 100% يحتاج فحوصات اخرى، واهم فحص انا ممكن اسويه اخذ عينه من الجلد او اخذ عينه من الكليه اللي هي بسبب السلال. اتوقع اذا اخذت عينه من اي جزء هو راح يعطيك الجواب حق الحاله هذه. حلو ممتاز، عشان نجيب لك المريضه تاخذ لها العينه ان شاء الله. بالنسبه لخيارات العلاج للمرضى اللي قاعد يعانون من التهابات الوعائيه، شنو الخيارات اللي موجوده لهؤلاء المرضى؟ في البدايه اغلب المرضى يحتاجون ادويه الاسترويديه ولكن لفتره بسيطه وبجرعات معتدله. كحبوب؟ كحبوب. في بعضهم يحتاجون بالوريد ولكن اغلبهم راح يحتاجونها كحبوب. حلو. ولكن الأدوية الثانية اللي هي الأدوية المناعية التقليدية هي اللي راح تخلينا ننزل الكورتيزون بسرعة وبجرعة قليلة، فأغلب المرضى راح يظلون على أدوية مناعية لفترة طويلة، ما قاعد أتكلم على أقل شيء 3 سنين، بعض المرات 5 سنين. فالأدوية المناعية التقليدية مثل دواء الإميران، الميثروكسيت أشهرها، وفي أدوية أخرى، هذه الأدوية اللي عادة نستخدمها في الفاسكولايتس. دكتور ياسر، نبي نتكلم في النهاية، طبعا تكلمنا على التهابات ومفاصل وأمراض أخرى روماتيزمية وأمراض متعلقة في العظام، نبي نعرف المشاهد كيف يقوي عظامك، هل عظامك قوية؟ يعني هذه بروشورات أنا عندي إياها في المركز، دائما أقول حق المرضى الكتيبات موجودة في كل المراكز، موجودة عند البوابة، موجودة عند غرفة الانتظار، نبي ننصحهم شلون يقوون عظامتهم لمنع الهشاشة. لو نتكلم في البداية النظام الغذائي وكيفية أخذ الأغذية المناسبة لمنع الهشاشة. أنا أمس كان عندي محاضرة حق أطباء العائلة وكان في أكثر من 100 دكتور موجود، وكان رسالتي واضحة، سهل الموضوع على الناس، لا أخذ أبر، أخذ حبوب، 1000-2000، خلوا الموضوع خلوا الموضوع جدا سهل. إيه نعم. بشكل عام أي مريض فوق سن 50 سواء كان من النساء أو من الرجال لازم يأخذ كاس من فيتامين دي لمنع هشاشة العظام. نعم. الحين بتقول دكتور زين شلون أخذه؟ أنا أخذه بالغذاء، أخذه بالحبوب، بالأبر، كلهم اللي يسوي لك. أنا أقول والله المريض أنا أخذ أشرب قلاصين حليب كل يوم وأكل شوية جبن ومرتين بالأسبوع أكل سالمون، أحسب له شو كثر فيهم فيتامين دي فيهم كالسيوم، وإذا ما كفى اللي هو القدر الكافي لازم يأخذ يومين أقدر أزيده بالحبوب، مو شرط. في ناس يقول انا لا يا دكتور انا حليب وبيض وسالمون وسمك ما اكل.
فأقول له أوكي خذه محبوب. خذه محبوب. دكتور أنا ما أحب الحبوب، أحب حبوب المص، ما أحب الحبوب البلع. ياخذه محبوب البلع. دكتور أنا أبيهم شرار. فوار. أسل. فلا يصير إنه والله لا لازم أخذهم ببرة ولا أخذهم لا. احنا نقول بشكل عام تحتاج 1000 وحدة عالمية من الفيتامين دي. نعم. وتحتاج 1000 ملي جرام من الكالسيوم. شلون تحصلهم؟ عن طريق غذاء، عن طريق حبوب بلع، عن طريق حبوب مص، عن طريق ابر، عن طريق في عدة طرق احسبها، بس لا تتجاوز النسبة هذه اللي احنا نتكلم عنها. اذا انت تشخص بمرض الهشاشة لا بعد هذا شيء جدا مهم، لان هي المعادلة. أنا عندي الكالسيوم والفيتامين دي قاعد يبني العظام وقاعد يأخذ هو أدوية عشان تمنع الهشاشة وتمنع تأكل العظام في نفس الوقت، ولكن ما يصير تأخذ الدواء هذا مال الهشاشة وما راح تأخذ الكالسيوم والفيتامين، ما يشتغل، لازم تأخذه مع بعض. فبشكل عام أكل صحي، أخذ الأكلات اللي فيها وايد كالسيوم وفيتامين دي، الجبن، البيض، الحليب، الأشياء البحرية اللي هو السالمون، التونة، هذول فيهم كميات كبيره من الكالسيوم والفيتامين دي. حلو. ما قدرت توفر بالغذاء، حسيت انك ذكريت وايد راح ازيد وزنك، خلاص عوضها عن طريق الحبوب او عن طريق الابر. اي نعم. بالنسبه لكتيب الكالسيوم، هل غذائك يحتوي على كالسيوم؟ طبعا ما قصرت الدكتوره ناديه العلي، اعطتنا الكتيبات، قالت وزعوا على المرضى. طبعا في نقطه مهمه، ما ادري اذا توافقني الراي دكتور ياسر، بالنسبه للحليب خالي الدسم والروب خالي الدسم، كل ما كان منزوع الدسم كل ما زادت نسبه الكالسيوم فيه. صحيح، واغلب الناس اصلا قاعد يفضلونهم لانه ما يبي ياخذ كامل الدسم ووزنه يزيد وقاعد يحاول يخفف الوزن، فاحنا قاعد نشجع الشيء. نعم. بالنسبه للاجبان مثل ما ذكرتها، بالنسبه للحبوب والقمحيات والبقوليات هم فيها تحتوي على كالسيوم. طبعا. بالنسبه للمكسرات، بالنسبه للتين والمشمش والكرامبري الموجود، بالنسبه اللي ذكرته السالمون والاسماك والسردين، بالنسبة لي حتى القمح اللي هي الخبز، المكرونة، الكورن فليكس فيه، والعصائر أيضا موجود فيها الكالسيوم. هذا بالنسبة لطريقة أخذ الكالسيوم. لكن فيتامين دال، نصيحتك حق شعبنا الكويتي اللي الشمس عندنا موجودة وإحنا بعز الحر، طبعا حرنا شديد وما ننصح انه يقعدون في الحر مدة طويلة عشان لا يحوشهم جفاف وممكن يصير عندهم ضربة شمس. شلون ياخذون الفيتامين د من الشمس بدون ما تحوشهم ضربة شمس؟ صعبة. احنا ما راح نقدر نتمشى. دراسات تقول عشان الجسم اكبر كمية من الفيتامين يمتصها ما بين الساعة 2 الى الساعة 4، ما تكون قايلة 2 الظهر 4 العصر. منو فينا راح يوقف الساعة 2 الظهر برا بالقايلة؟ وافضل منطقة لامتصاص الفيتامين دي منطقة الظهر، مني بيقعد بعد الساعة 2 مطلع ظهره بالشمس عشان ياخذ. الا اللي بيسوون سانتان اللي قاعدين على البحر الحين، دشينا مشاكل السانتان بعدين. السانتان وبعدين مشاكل الجلد وتبقعات الجلد وسرطانات الجلد لا سمح الله. عمليا اعتقد هذا الكلام جدا صعب. احنا نسانا جزء منهم محجبات مغطيين جسمهم، ما راح يتعرضون. صحيح بلادنا مشمسه ولكن احنا كلنا بالسيارات وتحت المكيفات، عمليا اعتقد هذا الكلام جدا صعب. زين. في بعض المقولات اللي تقول أخذ إبر الفيتامين دال خطرة، فالناس ما تفضلها، أخذوا الحبوب أو البخاخات. يعني أنا شريت حق بنتي بخاخ، كونها صغيرة في العمر 12-13 سنة ما تقدر تبلع حبة كبسولة الفيتامين دال شوي طويلة. فرايك بالإبر مقارنة بالكبسولات مقارنة بالبخاخات؟ الإبر اللي متوفرة في دولة الكويت عبارة عن جرعات كبيرة. الوزارة الصحة أيضا غيرت البروتوكول اللي كانت تتكلم فيه عن الأبر بالنسبة حق عدد المرات. أنا ما قاعد أقول لا تعطون الأبر، ولكن اللي كان يصير في السابق أن المريض قاعد يأخذ أكثر من أبرة في فترة جدا بسيطة، والفيتامين دال قاعد يزيد نسبته جدا عالة وقاعد يسوي مشاكل ومضاعفات. إذا بتعطي الأبرة عطها، ولكن خلي المقياس مالك نسبة الفيتامين دال نسبتها بالدم، يعني لا يعطي، لا يصير عشوائي. اللي قاعد يصير للأسف أن بعض الناس قاعد تروح إلى بعض الأماكن المراكز أو هذا هي عوار بالظهر، لازم أعطيك فيتامين دال، لازم تأخذ 3 من غير ما يفحص، من غير فحص، وقاعد يأخذ أبر 3 أبر في ظرف 3 أسابيع ويجينا المستشفى بعدين عند المضاعفات، الفيتامين دال زايد، الكالسيوم زايد، عنده تعب شديد، مو قادر يأكل. بس دكتور هي إبرة بالشهر دكتور. قاعد يعطونها أكثر من مرة، وحتى الإبرة بالشهر في بعض الإبرة اللي فيها 600,000 وحدة عالمية. أينا. هذه جرعة جدا عالية. هذه حاليا حتى وزارة الصحة غيرت البروتوكول، سواء كان في المستوصفات في المراكز قاعد يقول ما تنعطى كل شهر، قاعد تنعطى كل
ثلاثة أشهر أو بعض المرات ستة أشهر على حسب النسبة. الحال سهل، أنت أمشي على نسبة الدم، أنت عندك نسبة 75 إلى 200، أنت بادي بفيتامين دال نسبته 10، يمكن تحتاج إبرتين ثلاث على ما توصلك لل 75 إلى 100، بس لا تنعطى عشوائي، خلي يكون في مقياس مقدار. إحنا شيء قاعد نتابع مساعد سنين، شلون نتابع الروماتويد؟ عندي 1 2 3 نفس الشيء هني، خلي تكون نسبة الفيتامين دال هي المقياس حكم. أي نعم. نشوف مع بعض تقريرنا التالي بالنسبة للنظام الغذائي وكيفية أخذ نسبة الكالسيوم اللي يحتاجها جسمنا في الغذاء. تابعونا بعد الفاصل مع الدكتور ياسر. اليوم راح نتكلم عن تغذية مرضى الروماتيزم. لما نسمع كلمة روماتيزم شنو معنات؟ الروماتيزم هو مرض مناعي ذاتي أو مناعة ذاتي اللي نسميه الأوتو أميون ديزيز. المناعة تبدأ تهجم على الجسم نفسه وتهجم على الخلايا اللي بالجسم. فشنو يصير عندنا؟ يصير عندنا التهابات بالمفاصل وألم وتيبس أو انتفاخات في المفاصل. 30% من الكويتيين عندهم مرض روماتيزم، و 40% من الأشخاص اللي عندهم روماتيزم يعانون من سوء التغذية. طيب شنو الشيء اللي ممكن أسويه على أساس أنه أقلل من الأعراض؟ لأن حالياً ما في أي علاج للروماتيزم غير الأدوية وتخفيف الأعراض عن طريق التغذية الصحية والرياضة. 3 عوامل أو 3 نقاط الواحد يركز عليها، اللي هي شلون أدعم مناعتي، شلون أقوي عظامي، وشلون أبني العضل. زائد أن الشخص لما يكون عنده زيادة وزن ويشخص في يشخص أن عنده روماتيزم، لابد من تقليل الوزن. باي ديفولت راح يقول الدكتور للشخص اللي يشخصه أن عنده روماتيزم، إذا عنده زيادة وزن لابد أنه يقلل هذا الوزن. تخيل أن أنت كل حمل جسمك على المفاصل. الشخص الطبيعي لما يصعد الدرج 3/4 الحمل راح يزيد على المفاصل، فما بالك الشخص اللي عنده زيادة بالوزن. في بعض مرضى الروماتيزم يكون عندهم حساسية أو تزيد عندهم الأعراض من أكلات معينة مثل اللحوم الحمراء، البيض، منتجات الألبان والسكر الصناعي. فيبلش شنو يسوي؟ إنه يقطع خلال أسبوعين، يحاول إنه يقطع شيء منهم على أساس إنه يشوف شون تأثيره على الجسم، هل تخف الأعراض أم تزيد. عندنا أيضا في 3 النقاط اللي ذكرتها لكم اللي هي دعم المناعة وتقوية العظام، بالنسبة لدعم المناعة نركز على الفيتامين سي اللي موجود بالحمضيات نفس ما قلنا، اللي هو الليمون، الكيوي، البرتقال، وأيضا مو بس موجود في الحمضيات، موجود أيضا بالخضار الورقية مثل السبانخ، مثل بروكلي، الجرجير، هذه كلها خضار ورقية أيضا تحتوي على فيتامين سي. عندنا الأوميجا 3 والأوميجا 3، هذه من الحمضيات الأحماض الدهنية المفيدة للجسم، ممكن أن نحصلها في المكسرات، وممكن نحصلها في بذر الكتان، وأيضا نحصلها في الأسماك مثل السالمون، السردين، التونة، هذه كلها تحتوي على الأوميجا 3. فخلك دخل في نظامك الغذائي دهون مفيدة. أيضا الأفوكادو وزيت الزيتون، هذه كلها تحتوي على دهون مفيدة تقلل من الالتهابات في الجسم. عندنا بالنسبة للعظام ما نقلل من منتجات الألبان كثر ما أن إحنا ناخذ اللي نقدر عليه. ممكن إذا كان عندك تحسس من الألبان تقدر تأخذ مثلا الكالسيوم من البروكلي أو السبانخ أو حليب الصويا والمنتجات هذه اللي ممكن يكون فيها كالسيوم. عندنا الشاي الأخضر نفس ما ذكرنا من قبل غني بالبوليفينول، وهذا أيضا مضاد للالتهاب، يعد مضاد للالتهاب. عندنا نظام البحر المتوسط الغذائي، أثبتت الدراسات أن هذا النظام وايد مفيد لمرضى الروماتيزم، حيث أنه يحتوي على 2 أو 3 بالأسبوع سمك، 1 بالأسبوع لحم،
وغني بالزيوت المفيدة والفواكه والخضار المتنوعة. عندنا لتقوية المناعة أيضا نقدر ناخذ العسل لأنه قوي بمضادات الأكسدة، ومعروف وذكر بالقرآن أنه هو معجزة الشفاء للأشخاص. ممكن أن أنا أخذ مثلا حبة ثوم وعسل أكلهم خلال فترة الفطور، أخلطهم مع بعض على أساس أن أستسيغ الثوم، وبنفس الوقت أنا قاعدة أخذ عنصر الإليوم من الثوم، وأيضا قاعدة أخذ مضادات الأكسدة اللي موجودة بالعسل. وبالنسبة لآخر نقطة عندنا اللي هي الحبوب والشوفان، الحبوب والشوفان أو البقوليات عندنا نفس الفول أو الفاصوليا اللي هني عندنا، هذه غنية في البروتينات، وأيضا تعطينا زيادة بالعضل. بما أن احنا مقللين لحوم نزيد العضل عن طريق البقوليات والدجاج والأسماك، وأيضا تنزل لنا اللي هو السيري أكتف بروتين اللي يزيد الالتهابات. وهذه هي المعلومات بشكل عام، أتمنى أنكم استفدتوا وأشكركم للمتابعة. دكتور ياسر يعطيك ألف عافية على المعلومات اللي عطيتنا إياها. قبل أن نختم حلقتنا نبيك تعطي نصايح لهؤلاء المرضى اللي يعانون من مشاكل في مفاصلهم، وخاصة اللي عندهم مشاكل في مفاصل الظهر، شنو نصيحتك لهم وشون يوصلون يلجؤون إلى الطبيب؟ السبب الرئيسي لألام الظهر في دولة الكويت هي زيادة الوزن. أعتقد أنا ممكن مو أول واحد طلعت على برنامج وقلت لازم تنزلون وزنكم، سواء حق خشونة المفاصل، حق ألام الظهر المزمنة، حق مرض السكر. هذا السبب ثاني عشان نضيفونه حق المية سبب السابق بأنه تنزل الوزن. احنا للأسف قاعد نشوف هذا المرض متفشي سواء في المراهقين حتى في صغار السن. المرض السمنة إذا خففوا وزنهم لعب رياضة، الناس يقول ما عندنا وقت نسوي رياضة، لازم يصير روتين، لازم يكون من ضمن روتين الناس. بس دكتور ياسر أنا ممتينة، أنا زين وزني 65 وأمارس الرياضة بس هم عندي مشاكل في الظهر، فيعني هل ممكن يكون العامل الوراثي أن الوالدة فيها خشونة؟ أنا أقول لك شنو أهم الأسباب. إحنا بشكل عام 8 ساعات ننام، 8 ساعات في العمل، 8 ساعات نعمل أعمال أخرى. التين تسالين اللي عندهم ألام في ركبتهم أو ألام الظهر نومته غلط. عندنا جزء لا يستهان فيه في البلد ينام على بطنه طول الطول 8 ساعات في الليل نايم ورقبتها كذي وتقول انا رقبتي تعورني وظهري اسفل ظهري نومه. طريقه القعده جزء كبير منه يشتغل على مكاتب. الحين في شركات متخصصه قاعد تروح حق المكاتب وتعدل طريقه الكيبورد، طريقه الماوس، الشاشه. الناس كذي، انا عندي مشكله مع ولدي الكبير مع الايفون والكمبيوتر صاير كذي يعني معود عدل كتفك عدل ظهرك، الحين ما راح تحس فيها بعد 10 سنين 20 سنه لا سمح الله يبدا عندك يصير عندك الام. وقعدتهم قدام التلفزيون والريموت هم انت هالشغلتين تكلمتي عنهم، طريقه النوم وطريقه العمل سواء كانت في هذا طريقه شيلهم. حكون اكو ناس وظائف تتطلب انه يشيل اشياء ثقيله، طريقه الشيله اذا يتعلم فيها المريض راح يمنع هذه الالام المزمنه اللي تصير. حلو ممتاز، فإن شاء الله شبابنا وبناتنا وإحنا بعد هم نستفيد ونتعلم إن ما ننام مدة طويلة، نقلل مدة النوم أو نعدل حتى الفرشة الطبية تكون مناسبة، وأيضا المخدة تكون مناسبة حق الرقبة. يعطيك ألف عافية دكتور ياسر على هالمعلومات اللي عطيتنا إياها، وإن شاء الله نلقى آخر عن الأجهزة المناعية وكيفية منع أي حساسية ممكن تحوشنا وكيفية عمل خدش الجلد. طبعا هاي كلها راح نقابلك فيها إن شاء الله في حلقة مقبلة، فالناس اللي حابة تتابع كيفية الخيارات مع الأمراض المناعية نشوف مع بعض دكتور ياسر في حلقة مقبلة. تابعونا ولا تنسونا كل أربعة، نلقاكم في حلقة مقبلة. يعطيك ألف عافية دكتور ياسر. شكرا جزيلا. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، نلقاكم في حلقة مقبلة. مع السلامة.